Allez, tu seras là. تمام راه خبز الشرا صوصو اي واحد يجي خلوجنا طلع مليح الشرا. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. نحن في يوم التضحية، نحن في يوم الفرحة، نحن في أيام البهجة. نسأله تعالى أن ينزل رحمته وعافيته لجميع المسلمين، وخاصة العافية والأمن لوطننا الحبيب ولشعبنا الوفي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم باسمنا وباسم سكان مدينة غردايا بالتهاني الخالصة للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية جمعاء. عيدكم مبارك لقناة الجزائرية وان. كم صح عيدكم، كل عام انتم بخير، عقبال عام جاي ان شاء الله تعيدوا بالصحة والستر وبالهنا ان شاء الله، وجميع المسلمين ان شاء الله، أمة محمد ان شاء الله، ربي يبقي يستر ان شاء الله. نبارك لكل الجزائريين ولكل المسلمين، وكذلك ايضا نبارك لحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة ولكل الأمة الإسلامية هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة ويمن على وطننا وعلى بلادنا وعلى كل بلاد المسلمين. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. تهانينا الخالصة لكل الشعب الجزائري كبير وصغير بهذا الفرح الميمون في هذا اليوم السعيد. إن شاء الله أضحية مباركة تأكلوها إن شاء الله بالصحة والهنا. نأمل إن شاء الله غد مشرق وجميل لنا وللوطن الحبيب. بس عيد الأضحى المبارك نهني الأمة الإسلامية كافة وقاطبة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهني كل الأمة الجزائرية الإسلامية. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك سعيد، كل عام والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. محمد من غردايا، أتمنى لكم حج مبرور وذنب مغفور. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. قناة الجزائرية وان.